الله يا جدعان عشان احنا نسيت اتاخرنا احنا كده. رحت البص. لا لا يا ابني تعالى ده لسه الدور الخامس. لا لا بلاش ولا تسيب. لا لا بلاش ولا تسيب. رحت عارف انا الواد ده على طول كده تحت الاسانسيرات. يلا يا حبيبي يلا يا بابا يا عم اسماعيل مش قلت لك اطلع معانا؟ والله جو زر مش عارف انا لازم تاخد ده كله ما اقدرش اطلع في اسانسير. خلصها يا جماعه الامتحان بدا ازاي؟ يا محسن خلص خلص لا ما اقدرش بقى يا محسن مش وقت بقى مش وقت بقى الامتحان بس خلص الامتحان بس يلا خش خش ما تخافش يا عم ما تخافش ما تخافش خالص لا لا مش قادر مش قادر طلعوني مش قادر يا محسن ما تخافش دقيقة دقيقة لا مش هتلحق انا مش هتلحق على السلم خلاص 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 نطلع في ايه يا محسن مالك في ايه؟ ايه ده في ايه ده محسن ايه ده محسن مفيش حاجة افتح 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 بس بس خلاص 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 يخرب بيت سينا بقى قلبي يا اخي عندك كام سنة؟ 18 طالب ولا بتشتغل؟ اه طالب في سنة أولى تجارة طالب في أولى تجارة طيب ساكن فين؟ مصر الجديدة مصر الجديدة؟ أنت خدت بقى؟ اه طبعا طيب قول لي بقى أنت بتدخن؟ لا ما بتدخنش والقهوة والشاي بتشرب قهوة وشاي وكده؟ يعني بشرب قهوة شوية عشان الدراسة قهوة شوية طيب قول لي بقى أنت بتشتغل إيه؟ دكتور المشكلة عندي ان انا لما مثلا بخش اسانسير او اي مكان ضيق شوية بتبتدي تحصل لي يعني حالة خوف كده والضربة ده بتزيد وبترعش وخلاص بحس ان انا هموت وخلاص ببقى لازم اطلع من المكان بأي طريقة فيا اما انا بطلع يا اما حد من اللي معايا بيطلعوني من المكان اللي انا فيه بس هو دي الحالة اللي بتحصل؟ اه طب تعرف بيك حالة ترابيه؟ انا صاحب احمد ومعاه في الكلية قول لي بقى اللي بتشوفه عليه. هو دكتور اللي انا حصه احمد من فتره يعني كنا مثلا لما نطلع مثلا سيكشن في الكليه او محاضره او كده احنا بناخد محاضرات في الدور الخامس فبناخد الاسانسير فاحمد على طول ما يرضاش يركب ويقول انا هطلع السينما واجيب فوق. كذا مره بقى بتتكرر الحكايه دي مثلا برضه لما نخرج مع بعض نروح مول او حاجه برضه نيجي نركب اسانسير يقول لا انا هطلع السينما. حاسس ان هو بيخاف من الحكايه دي وكده. بعد كده اللي خلاني لاحظت اول الموضوع ونصحته ان هو يروح يشوف دكتور يعني كان علينا امتحان قريب وكان برضه جينا نركب اسانسير وكان الامتحان بدا وبعدين احمد قال انا هطلع اسانسير فقلت له مفيش وقت بقى انت هتقعد كتير وهتتعب وكده عبال ما تطلع فخدناه بقى معانا في الاسانسير وكده. لاحظت بقى الحكايه اللي احمد وصفها دي برضه بيحس ان هو بيخاف قوي وعمال يتعش ويعرق وكده ففتحنا الاسانسير وخرجناه بسرعه. بعدها بقى بفترة كده هدي فحسيتها تعبان الموضوع ده فقلت له يروح يشوف دكتور يعني. قول بقى يا ابو احمد الحكايه دي حصلت لك من قد ايه؟ يعني حوالي من 3 شهور يعني احنا كنا ساكنين الاول في عين شمس فكنا ساكنين في الدور الاول فكنا بنطلع بالسلم عادي. بعد كده لما نقلنا مصر الجديده سكننا في الدور السابع فكنا ابتديت استخدم الاسانسير ابتدت تجيلي الحاجات دي. بس طبعا يعني الحاله دي انا طبعا ببقى تعبان جدا ومبقاش قادر يعني بحس ان انا هموت فبقيت بعد كده اتجنب ان انا اطلع الاسانسير بقيت عشان بخاف تجي لي الحاله دي تاني فبقيت اطلع السلم على طول. تطلع سوا دور على السلم؟ اما ما هتبقى ارحم من الحالات اللي كانت بتجي لي جوه. لكن الحاله دي مثلا ما جاتلكش في مكان تاني غير الاسانسير؟ هي جات لي مره كنا دخلت اجيب لبس بس المحل البروفه بتاعته كانت ضيقه شويه فبرضه جت لي نفس الحالات وكنت خايف جدا وكنت خلاص يعني مش قادر اخد نفس وكده وضربات قلبي زادت فطلعت بسرعه بره البروف. طيب
يعني هي جات لك بس في الاسانسير والبروفا، اي مكان مقفول عليك. لكن جات لك في اي مكان تاني، اي موقف تاني غير ده؟ لا لا، هي يعني في بيت الاماكن او في الشارع عادي ما بتجيش خالص. وانا عامه هي عمرها ما جات لي حالات زي كده، هي بس جات لي لما ابتديت اركب الاسانسير او لما دخلت البروفا بس. غير كده غير كده بس. بالظبط، غير كده ببقى كويس. عامه انت اللي عندك ده حاجه شائعه بلا علاج اسمها رهاب الاماكن المغلقه، وهنمشي على خطه علاجيه بقى، في ادويه هنديها لك وجلسات علاجيه. الجلسات دي هتمتد لفتره بحيث ان احنا نقلل الاعراض اللي بتظهر لك وانت ما بتخش اي مكان ضيق، سواء اسانسير او اي مكان تاني. وبالتدريب على كده هتبتدي الاعراض دي تختفي واحده واحده. وفي علاج انا هكتبه لك تواظب عليه، منهم علاج هتاخده لما تحس ان انت رايح مكان في اي حته مغلقه، اسانسير، تركب اسانسير، مفيش وسيله تانيه غيره. ما تحس حاجه زي كده هتاخد العلاج ده قبلها بفتره بحيث انه يقلل لك الاعراض دي وتقلل المعاناه اللي انت بتعانيها لما بتخش اي مكان ضيق. بس ونشوفك ان شاء الله كمان اسبوع كده على خير ان شاء الله. مش عايزك تقلق.